السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة الله برايمري فور أهلا وسهلا بكم with you Mr. محمد النيدي today إن شاء الله we'll complete theme 4 application of geometry and measurement unit 12 concept 12.1 points, lines, rays and plane figures Today إن شاء we'll start lesson 3 to 5. Lesson 3 to 5 حبيبي تتكلم عن حاجة اسمها سيمتري سيمتري يعني ايه حبيبي سيمتري سيمتري معناها ان حاجتين هيكونوا شبه بعض. فالسيمتري او line of symmetry line of symmetry لو جينا استخدمناه اللاين ده لما باجي ارسمه لازم هيقسم الشيب اللي قدامنا لتو شيبس زي بعض بالظبط ولو جيت عملت لهم فولد طبقتهم على بعض لازم الشكلين اللي اطبقهم على بعض يطلعوا منطبقين على بعض بالظبط يعني يطلعوا الشكلين ايه زي بعض مظبوطين تبقى كل النقط تقدر تتحط على ايه على بعض اوكي يعني ايه يا مستر بص معايا حبيبي ده ريكتانجل صح كده الريكتانجل ده شكله شكل بيبرز انا بقى عاوز ارسم اللاين اوف سيمتري تخيلوا اللاين اوف سيمتري لما اجي ارسمه هرسمه فين برافو عليك ولازم هرسمه في النص صح كده فتلاقيني رسمت اللاين اوف سيمتري اهو اللاين ده اسمه لاين اوف سيمتري ليه لان اللاين اوف سيمتري ده قطع الشيبس اللي قدامنا دي وخلاها خلاها ايه بقى خدت بالك هنا خلى ان البارت ده والبارت ده زي بعض فلو جينا طبقناهم على بعض هنلاقي ان الكورنر اللي هنا لو جينا طبقناها ليه نروح رايحين للكورنر ده وهنلاقي الكورنر ده لو جينا طبقناها هنروح رايح فين للكورنر ده طب هل ده كده معناه ان التو شيبس دول بقوا زي بعض ايوه لو جينا عملناهم هنلاقي ان التو شيبس دول ده هيروح داخل الناحيه دي هنبص نلاقيه بقوا ايه بقوا ذا سيم شيب تمام يبقى تاني يبقى يعني ايه سيمتري سيمتري معناها ان التو شيب اللي قدامنا دول لازم هيكونوا زي بعض بالظبط اول ما ارسم اللاين دي حاجه الحاجه التانية لو جيت عملت لهم فولدد يعني طبقتهم على بعض لازم الكورنر اللي هنا يجي على الكورنر ده والكورنر اللي هنا لازم يجي على الكورنر ده ما يعديهوش لو عدى الناحيه الثانيه ما ينفعش فيجي حد تاني من اصحابي يقول لي ايه طب ما انا يا مستر ممكن ارسم اللاين ده بس بشكل تاني ايه هو واحد يقول لي طب ما انا ممكن ارسم اللاين هنا اهو اقول له اه ينفع برضه ساعتها لو رسمنا اللاين هنا اهو هنلاقي ان البارت اللي فوق ده هو نفس البارت اللي هنا، وساعتها الكورنر ده لو جينا عملنا لهم فولد من عند اللاين ده لو جينا طبقناهم هنلاقي ان اللاين ده هيجي هنا واللاين ده هيجي فين؟ هنا، صح كده؟ يبقى البوينت دي جت على البوينت والبوينت دي جت على الايه؟ البوينت دي، خلاص كده تمام؟ طيب يجي حد تاني يقول لي يا مستر طب ايه رأيك بقى؟ انا ممكن اعمل حاجة تانية، أنا ممكن أرسم اللاين ده من أول هنا لغاية هنا، ها؟ إيه رأيك؟ ده كده لاين أوف سيمتري ولا لأ؟ أقول له ده لا مش لاين أوف سيمتري. إزاي؟ اللي شايف الكورنر ده لو جينا عملنا لهم فولد وطبقناهم على بعض هات كده ورقة وجرب قصها من هنا ومن هنا وجيت طبقهم هتلاقي إن الكورنر ده هينزل مكانه وهيجي الناحية دي وتلاقي الكورنر ده هيطلع مكانه ويجي الناحية دي فيا ترى الكورنر ده والكورنر ده تقابلوا مع بعض؟ لا ما تقابلوش. يبقى ده ينفع يكون لاين أوف سيمتري؟ لا ما ينفعش. خلاص كده تمام؟ يبقى تاني يبقى اللاين أوف سيمتري يبقى ده كده ما ينفعش يكون line of symmetry يبقى احنا زي ما قلنا كده ان line of symmetry في rectangle مثلا يكون حاجه من الاثنين يا اما اللاين اللي موجود عندنا بالداش لاين اللي قدامك ده يا اما اللاين اللي كنا رسمناه من شويه اللي هو كان موجود في الميدل واضحه كده يا حبيبي السيمتري طب تعالوا ناخد بقى question اشوف بقى انتوا فهمتوا السيمتري ولا لسه اه question بيقول لي does each figure appear to have a line of symmetry choose yes or no انا راسم لك شويه شيبس وتقول لي yes or no the line of symmetry ولا لا اول واحده كار شايفين الكار يا ترى الكار اللي قدامنا دي نقدر نعمل لها لاين اوف سيمتري ولا ما نقدرش فقال لي لا طبعا ما نقدرش ليه ما انا لو جيت رسمت لاين هنا صح كده هل البارت اللي قدام ده هيكون شكل البارت اللي ورا لا مش زي بعض صح تمام بقى مختلفين عن بعض يبقى ده كده ايه ما بقاش لاين اوف سيمتري طب ناخد اللي بعدها شايفين الهوم الجميل ده تعالوا نشوف نقدر نعمله لاين اوف سيمتري ولا لا قال لو جينا رسمنا لاين لي من هنا كده اوكي اللاين ده لو جينا رسمناه مظبوط اهو يا ترى ده كده بقى لاين اوف سيمتري ولا لا تعال نتاكد اه لاين اوف سيمتري شايفين كل البارت اللي هنا هو هو نفس الايه البارت اللي هنا بنقول عليه يس yes. اللي بعده الكانز الجميله دي هل الكانز دي تعتبر ليها لاين اوف سيمتري ولا لا لو جه واحد فكر يرسمها كده هقول له لا ما تنفعش لان كده بقى اللي فوق مش شبه اللي تحت طب يجي واحد تاني يقول لي طب ايه رأيك يا مستر؟ ممكن نعمل لها لاين اوف سيمتري كده اهو. ها ايه رأيكم؟ يا ترى ده يكون سيمتري ولا لا؟ ايوه سيمتري لان يبقى اللفت زيه زي الايه؟ الرايت. Right. طيب الباج اللي موجوده معانا يا ترى تنفع ارسم لها لاين اوف سيمتري ولا لا؟ قال لي اه لو جينا رسمنا لها لاين كده اهو في الميدل كده هنلاقي ان البارت اون ذا ليفت هو هو نفس البارت اللي فين؟ اون ذا رايت يبقى هي كمان ليها لاين اوف سيمتري. طيب السيزرز اللي قدامكم ده ايه رايكم فيه نقدر نرسم له لاين اوف سيمتري ولا لا قال لي اه نقدر نرسم له لاين اوف سيمتري من هنا كده فاللاين اوف سيمتري هتلاقي ان دي هي هي اللي هنا واللي فوق ده هو نفس اللي هنا صح كده طلع عملنا لهم فولد هنا يطلعوا على ايه على بعض طيب اللي بعده امم ايه رايكم في الكيس الجميله دي قال لي اه الكيس دي برده لو جينا رسمناها هقدر ارسم لاين اوف سيمتري كده اهو يعمل لها ديفايدد انتو تو ايكوال Parts او two same parts او two symmetrical figures, two symmetrical figures, so this one is also line of symmetry. نروح بقى للسوكس الجميلة دي. يا ترى السوكس دي ليها line of symmetry ولا لأ؟ قول له مستحيل، ارسم لها لاين اوف سيمتري فين؟ لأن لو رسمت هنا هتلاقي الحاجة اللي فوق دي مش زي اللي تحت مختلفين عن بعض، صح كده؟ يبقى دي has no line of symmetry. طيب الوتر ميلون، بابا جاب لنا بطيخة جميلة. وجينا نقطعها عملنا فيها ايه؟ واحنا قطعناها من النص كده اهو يا ترى بقت زي بعض بقت سيمتري ولا مش سيمتري؟ يس بقت لاين اوف سيمتري طيب البيبر او الليفل اللي قدامنا دي يا ترى لاين اوف سيمتري ولا لا؟ قال لي اه ده هي بص اهي فطلع معانا الرايت والليفت ات ذا سيم سو اتس كولد لاين اوف سيمتري The last one here, if I make divide into two parts like that, so it's called also line of symmetry. بالغد التعليم يعني ايه سيمتري ويعني ايه لاين اوف سيمتري طيب كويستشن اللي بعده بيقول لي ايه ديسايد اف ذا درون لاين از ا لاين اوف سيمتري اور نوت هو بقى المره دي مش عاوزك انت ترسم مش عاوزك تفكر هو رسم لك لاينز وبيسالك يا ترى اللاينز اللي هي فعلا لاين اوف سيمتري ولا لا خلاص فبيقول لي سيركل ذا فيجر ذات هاز ا لاين اوف سيمتري الفيجر اللي تلاقيه عنده لاين اوف سيمتري اعمل عليه ايه

طيب ليتر دي ايه رايكم فيها قال لي دي شكلها كده ها شكلها لا ده بص اللاين اللي هنا ده لونجر ذان ذس لاين اكبر منه فيا ترى الاثنين دول زي بعض لا طب يا ترى اللاين ده زي اللاين ده لا يبقى ده ينفع يكون لاين اوف سيمتري قال لي نو no. ما تنفعش خلاص ما نعملش عليها سيركل نروح letter اي e. الشيب اللي بعده ده لاين اوف سيمتري ولا لا أه؟ ها ايوه لاين اوف سيمتري وده كده يعتبر سيمتريكال لاين برافو عليك طب ليتر اف <F> سهله جدا اللاين اللي رسمه ده يعتبر لاين اوف سيمتري نو اتس نوت خلاص احنا مش نعمل عليه سيرك طب ليتر جي يعتبر لاين اوف سيمتري برضه نوت ما ينفعش طب ليتر اتش ها ايه رايكم فيها يعتبر ده لاين اوف سيمتري تعالوا نبص كده يا ترى البارت ده والبارت ده قد بعض لا ده ده واحد كبير واحد صغير طب اللي فوق اللي هنا ده واللي هنا ده زي بعض لا خالص مش زي بعض طيب ليتر اي اه ده جت موضوع الريكتانجل والدياجون اللي احنا كنا قلنا عليه في الاول، يا ترى اللاين ده ينفع يكون لاين اوف سيميتري ادي لا ده ما ينفعش ليه؟ عشان قلنا الكورنر اللي هنا مش هيجي على الكورنر ده، لما تيجي تعمل لها فولد هتلاقي الكورنر ده جه الناحيه دي والكورنر ده هيطلع لفوق هنا فمش هيحصل لهم فولد على بعض. طب لتر جي ها الكاتس الجميله دي ايه رايكم فيها؟ يا ترى اللاين اللي فيها ده لاين اوف سيمتري ولا لا؟ ايوه يا مستر لاين اوف سيمتري. طب لتر كي ها برافو عليكوا ايوه لاين اوف سيمتري لتر ال بقى تراينجل 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 لاين اوف سيمتري مرسوم جواه ده فعلا عامل لي شيب سيمتريكال شيب طيب لتر ام ايه رايكوا في ام الشيب دوت اه يا مستر كل اللي موجود فوق هو نفس اللي موجود تحت بالنسبه لللاين فاللاين فعلا اسمه سيمتريكال فيجر شكلين شبه بعض مظبوطين طب حرف الاي اللي قدامنا او لتر اي اللي قدامنا دوت ايه اخبارنا فيه ايوه برضه اتس كولد لاين اوف سيمتري طب letter O برضو it's called line of symmetry ليه لأن triangle اللي هنا هو نفس triangle اللي موجود فوق هنا بالضبط طيب letter P لا ما ينفعش يكون line of symmetry طيب يلا ها choose the correct answer مديني بقى questions بيقول لي choose يلا نشوف مين فينا الصح which of the following figures shows a line of symmetry يلا A ولا B ولا C ولا D بسرعة معاكوا 20 سكند فكر بسرعة ها يطر فكر ايه تنفع؟ لا طب بي طب سي طب دي مين فيهم ينفع لاين اوف سيميتري برافو عليكوا اكسلنت ليتر سي شاطرين برافو طيب نمبر 2 which of the following figures show more than one line of symmetry مين اللي اقدر ارسم جواه اكتر من لاين اوف سيميتري انا ارسم جواه مثلا 2 او 3 او 4 فقال لي تعالى نشوف كده ليتر ايه اقدر ارسم جواه one line of symmetry اقدر ارسم غيره؟ لا ما اقدرش طب السويت الجميله دي لو انا عملت كده اه تنفع تكون دي لاين اوف سيمتري صح ولا ما تنفعش تنفع طب ينفع غيرها لا ما ينفعش ارسم غيره اصل لو جيت عملت كده اهو هلاقي ان اللي فوق ده مش زي اللي تحت دي اختلفوا عن بعض صح طب السمايل فيس قال لي بص لو جينا رسمنا كده اهو اه ده وده يبقى زي بعض بس اقدر ارسم غيره يعني ينفع ارسم كده لا العينين مش زي الوش اللي تحت صح كده يبقى دي ما تنفعش ان انا اقدر ارسم فيها اكتر من لاين اوف سيمتري مين فيهم اللي عنده مور ذان لاين اوف سيمتري قال ده عنده ادي كده 1 واقدر ارسم كده كمان فيطلع معايا الاب والداون زي بعض يبقى هي لتر سي هاز مور ذان لاين اوف سيمتري انا اقدر ارسم كمان لاين كده واقدر ارسم كمان لاين كده طيب نمبر 3 which of the following figure shows the other half of the shape هو رسم لي الشيب بيقول لي يا ترى مين الشيب الثاني اللي يكمله عشان يكون symmetrical shape عشان يكون ايه symmetrical shape انا لو تخيلت المفروض ان انا لما هرسمه هيطلع معايا الشكل التاني عامل كده ويجي الناحيه دي كده لا معلش ثواني بص كده هيجي ازاي ايوه اللاين كده المفروض هيطلع فوق وبعدين يجي اون ذا ليفت وينزل تحت كده صح اه اهو المفروض يا مستر يبقى انا ادور على الشيب اللي هيكون نفس الشكل ده زي اللي انا رسمته ده بالظبط فمين فيهم برافو عليكم هو ليتر سي هو ليتر اي سي طيب كويشن 4 which of the following figures show the other half of the shape بصوا الشيب ده عاملين ازاي لو فكرنا نرسم واحد زيه الناحية التانية، فيطلع مين فيهم؟ أني واحد؟ طبعاً مش Letter A ولا C. طب يا ترى B ولا D؟ خلي بالك إن B دوت أكبر من اللي فوق، مع إن هنا الاتنين دول زي بعض، يبقى يعني مين اللي زيه؟ Letter D. Bravo. Question number five: All the following figures show a line of symmetry، except ما عدا مين؟ كلهم عندهم لاين اوف سيمتري ما عدا واحد فيهم مين هو اللي حذرنا منه من اول الفيديو لغايه دلوقتي شاطرين برافو عليك وفعلا الليتر سي ده الوحيد اللي ما ينفعش يكون لاين اوف سيمتري طيب كويشن 6 سيت فور يو اول ذا فولوينج فيجرز هاز ا لاين اوف سيمتري اكسبت كلهم عندهم لاين اوف سيمتري اكسبت مين عنده هاز مور ذان وان لاين اوف سيمتري في شيب هنا عنده اكتر من لاين اوف سيميتري يعني ممكن يكون عنده اقدر ارسم جوه تو لاين اوف سيميتري مش واحد بس طب تعالوا نجرب كده لتر اي اقدر ارسم لاين اوف سيميتري هنا تقدر ترسم غيره لا ما اقدرش طب لتر سي نقدر نرسم لاين هنا تقدر ترسم غيره ده اللاين الوحيد اللي يقسم حاجتين يكونوا خليهم زي بعض طب الدبليو ايوه اقدر اعمل كده تقدر تعمل غيره يعني ينفع مثلا نعمل هنا لا ده ما ينفعش يبقى مين الوحيد قال لي الاكس لان انا ممكن ارسم لاين كده يبقى ده صح او ممكن نرسم لاين تاني كده يبقى الوحيد اللي عنده اكتر من لاين اوف سيميتري هو ليتر اكس وكده نكون حبايبي اتكلمنا النهارده عن السيميتري وفهمنا وات ات مين سيميتري عرفنا الميننج بتاعها وخدنا عنها اكزامبلز كتير ثانكس اراوت فور يور جيت لسننج سي يو ان شاء الله ان ذا نيو فيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته